الالقاب كنبغيو ندير جميع مكونات فريق الجيش الملكي وان شاء الله هذه البدايه مزيد من الالقاب ان شاء الله. كتشوفها بان فريق الجيش الملكي قادر ينافس على البطوله في الموسم الاخير؟ مازال ان شاء الله منافسه على اللقب ديال البطوله وان شاء الله يكون. انا جيت فرحان اليوم بالحضور ديالي والفوز الاحتفال ديالي مع اللاعب مع فريق ديالي بهذا الفوز هذا. فاحنا كلاعبين سابقين ولا كجمهور ولا كل مكونات فريق الجيش الملكي فاحنا كنا متعطشين للقب مثل هذا اللي ان شاء الله نتمنى يكون هو الانطلاقه ديالنا الرجوع فريق الجيش الملكي للارض. بسم الله. اولا كنبغي نوجه تحيه للجمهور هذا اللي رافقنا من مدينه الرباط يعني والنواحي ديالها. كنبغيو نهديهم هذا اللقب هذا اللي يعني من بعد واحد السنوات صبروا معنا وكنوجه لهم التحيه على الصبر الجميل ديالهم. كما كيشوف الجميع يعني الفوز ديال اليوم يعني جاء يعني بواحد الجهد يعني طيله واحد الموسم ونصف لان كل شيء كيعرف من بعد كورونا ما تلعبش الفينال العام اللي فات. فكنبغي نشكر اللاعبين على المجهودات ديالهم. كنبغي نشكر ايضا فريق المغرب التطواني اللي رغم هذا الموسم هذا قضى في قسم وطني الثاني اللي ماشي بلاصتو ولكن كنقول لهم برافو لكم لانهم قدموا مستوى جيد لولا يعني الطرد اللي كان مبكر. هذه هي كره القدم صراحة يعني كنتمناو من الله سبحانه وتعالى اننا يعني نعطيهم الافضل في باقي يعني المواسم ولا باقي الدورات يعني ويعني كما كنقولوا هما فوق راسنا وكنتمناو لهم الافضل وان شاء الله يعني اللي جاي غادي يكون احسن من اللي فات.